حنا اليوم كجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع الخنيشات تنتواجدوا أمام محكمة الاستئناف بفاس لمؤازرة الشهيد أيت الجيد بن عيسى في الملف اللي تيروج بهذه المحكمة لمحكمة الاستئناف، وحنا تنطالبوا باستقلالية القضاء. وما أثار استغراب هنا اليوم هو حضور رئيس الحكومة سابقا للتأثير على مجرى التحقيق، وهذا الشيء بالنسبة للجمعية ديالنا ما تيقلعهاش، لأننا حنا تنطالبوا دائما باستقلالية القضاء وعندنا الثقة الكاملة في القضاء المغربي. رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع عين فالي إقليم سيدي قاسم، جينا اليوم الفاس كفرع كنطالبوا بمحاكمة عادلة على إثر مقتل الشهيد أيت الجيد، وكنطالبوا باستقلال السلطة القضائية. وحنا كفرع ندين تدخل الأجهزة في القضاء. تحية من النضال والصمود، اليوم جينا باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعما لملف أيت الجيد محمد بن عيسى المقتال سنة 1993 على يد القوى الظلامية. اليوم كنتمناو بأن العدالة تقول حقها للمحاكمات الجناة والقتلة، وكي ينال الشهيد حقه قياما مرتاحا. وتحية للعموم الحاضرين كافة الأطياف والهيئات والمجتمع المدني. المهم حنا اليوم نزينا نتفائل حقيقيا تنحضروا للمحاكمة ديال السيد حميد اللي تتعلق ديال الشهيد محمد أيت الجيد اللي تقتل سنة 1993. حنا هنا اليوم تجينا من أجل كشف الحقيقة ديال هذا الملف كاملة محمولة، ومتابعة المتورطة في هذا الاغتيال هذا اللي هو اغتيال سياسي اللي مايمكنش تفسره الاغتيال السياسي اللي كان في السنوات الرصاص. هذا من جهة، من جهة أخرى أيضا باش تتم المساطر القانونية كما هي جارية بها العمل، وهذه المحاكمة هذه تشق طريقها في إطار المحاكمة العادلة وعدم التدخل فيها من طرف المسؤولين مهما كانت المراتب ديالهم ولا الوزن ديالهم داخل المسؤولية اللي كاينة في الدولة.